كتير للأسف بتعاني منه لأسباب ممكن يكون ليها علاقة بنمط تغذية خاطئة، لأسباب ممكن تكون يعني متصلة بالوراثة وما إلى ذلك. لو نبتدي مع حضرتك بالنسبة لأنواع مرض السكر ولعلاقة الوراثة بيها، وهل فعلا قد إيه ممكن تؤثر سلوكياتنا الخاطئة على الإصابة بيه؟ نعم، شكرا. طبعا للتوضيح انه انواع السكري او يسمون انماط السكري هما رئيسيين اثنين، اللي هو النوع الاول والنوع الثاني. وهناك انواع اقل شيوعا نسميهم السكري الحملي، والنوع الاخر لمجموعه من الاسباب نسميها الانواع الاخرى. لكن الاكثر شيوعا طبعا هو النوع الثاني، والذي يصيب الناس البالغين غالبا وكبار السن. والنوع الأول أقل شيوعا طبعا، لكن غالبا ما يصيب المراهقين الأطفال، ويكون الذي يعتمد على العلاج دائما وأبدا وبدون أي علاج آخر هو الإنسولين فقط. بينما النوع الثاني اللي هو معروف وشائع، اللي هو يعالج في الأدوية، قد تكون الحمية الغذائية والرياضة، وطبعا الأدوية المرافقة التي تؤخذ عن طريق الفم، ولو أنه لو تطورت الحالة ممكن مع الزمن يحتاج الإنسان إلى العلاج بالإنسولين إضافة إلى أدوية أخرى. تمام دكتور. فهمته من حضرتك، والشائع عند الناس زي ما حضرتك أكدت النوع الأول والتاني، اللي أفهمه من كلامك أن النوع التاني بيجي نتيجة العادات الخاطئة، أما النوع الأول فده ما لناش علاقة بيه، ممكن يصاب بيه الإنسان على حسب هو جيناته الوراثية ماشية إزاي. عايز أسأل حضرتك بالنسبة للنوع الأول، نبتدي مع بعض، هل العلم الحديث قدر أنه هو يكتشف علاج ليه علاقة بالجينات؟ لأن كل يوم بنسمع تطور في تحديدا الأبحاث العلمية، وبيحاولوا أن هم يقالوا الخلايا الجذعية ممكن العلاج بيها يكون مبشر بالنسبة للناس اللي بتعاني السكر اللي علاقة بالمرض الوراثي. هل ده حقيقي؟ هل فعلا العلم رايح للاتجاه ده؟ نعم، طبعا نقطة مهمة جدا ذكرتيها هي موضوع النوع الأول، ولو أنه أقل شيوعا لكن أصعب علاجا. لذلك دائما نبحث عن العلاجات الحديثة والمتطورة حتى نخفف العبء على الناس المصابين في النوع الأول. زي ما تفضلتي، النوع الأول نتيجة فقدان خلايا نسميها خلايا بيتا سيلز التي تفرز الإنسولين في البنكرياس، نتيجة غالبا وأكثر شيوعا هو مهاجمتها بأجسام مضادة. الإنسان نفسه يعملها وتهاجم خلايا البنكرياس الخاصة، لذلك تسميها أمراض مناعة ذاتية، تهاجم خلاياها. هذه الأنواع لها علاقة في بعض الجينات، لكن ليس بالضرورة أنه يحصل المرض إذا كان عندهم هذه الجينات اللي ممكن تكون استعداد. تمام. لكن يجب أن يحصل شيء environmental محيطي يؤثر. على سبيل المثال، بعض الإصابات ببعض الفيروسات التي تصيب خلينا نقول الأطفال أو اليافعين أو المراهقين، وإذا كانت لديهم الاستعداد الوراثي الجينات المناسبة ممكن أن يظهر لديهم النوع الأول. تمام. بالنسبة للعلاجات المتطورة، العلاجات طبعا مع الزمن الحمد لله في تطور كثير في هذا المجال. الأكثر تطورا هو حاليا هو الطرق إعطاء الإنسولين للمريض. طبعا في السنوات الماضية كانت أصعب بكثير طرقاً الإنسولين، الحين في تطورات كثيرة وأنواع كثيرة من الإنسولين تقربنا إلى الشكل الطبيعي الفيزيولوجي عند الإنسان. لكن أيضا تطور آخر متراقب في الموضوع هو استخدام مضخات الإنسولين المتطورة التي تعطي الإنسولين عن طريق الجلد وبشكل يعني عن طريق شبه كمبيوترايز. دكتور أحمد، احنا سمعنا من حوالي يومين تم الإعلان أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم اللي هتتبنى أول تطبيق لدواء السكر الجديد. اللي قصدك تحت الجلد. ده حضرتك كلمنا عنه أكتر، يعني ده دواء جديد عبارة عن إيه للناس اللي عندها اهتمام أن هي تعرف أكتر؟ طبعا نقطة مهمة بس للتفريق، هذا ليس لعلاج النوع الأول. الكلام اللي ذكر في الجريدة تمام، والناس بدأت تتساءل عنه ويسألونه كثيرا، هو عبارة عن إمبلانت مثل شيء يدفن تحت الجلد
عند المريض ويؤدي بشكل تدريجي طويل المدى، يعطي دواء. الدواء الذي يعطيه هو نفسه متوفر حاليا عن طريق حقن، لكن الفكرة الحديثة انه بدل ما يعطى كل يوم ابرة او كل اسبوع ابرة في انواع من مشابهة تعطى يوميا او اسبوعيا، انه كانت الفكرة انه خلينا نضعها في هذه مثل على عودة الكبريت حجم صغير جدا ونزرعها تحت الجلد، ممكن تبقى 3 اشهر وممكن احيانا 6 اشهر ودراسات اخرى انه ممكن 3 حتى الى السنة، لكن لسه ممتاز دراسات. اعتقد يا دكتور كمان الموضوع مبشر جدا، لانه من الناحية النفسية ان الواحد ياخد مرة تحت الجلد ويكون يعني العلاج مريح بالنسبة له لثلاث شهور او مثلا لمدة 6 شهور، ده ببقى حتى من الناحية النفسية سواء اذا كان بالنسبة للاطفال او حتى البعض اللي بيتحسس او بيتضايق قوي من فكرة شكة الابرة بالنسبة للانسولين. صحيح، لكن بس اريد ان اوضح نقطه مهمه جدا لانه كان خطا في الاعلان في الجريده. النوع الاول لا يعطى هذه الحقنه. اوكي، النوع الاول الاطفال المصابين بالنوع الاول او الكبار المصابين بالنوع الاول يعتمدون على الانسولين، وهذه الحقنه ليست انسولين ولكن دواء ثاني هرموني يستفيد منه الاشخاص المصابين في النمط الثاني في النوع الثاني. وأيضا في نفس الوقت ليس معناه إذا أعطي هذه الحقنة بأنه سوف يشفى وسوف يترك الإنسولين، هذا ليس بالصحيح، لكن دائما تحت إشراف الطبيب ممكن أن يلاحظ أنه تحسن شديد في السكر عند النوع الثاني، ممكن أن ينتج عن ذلك تحسن وتخفيف من الأدوية وقد تكون أيضا تخفيف من الحقن الإنسولين إذا كان النوع الثاني يحتاج إنسولين، فقد تساعده في التخفيض من بعض العبء من الأدوية الحقن عند النوع الثاني. فرجاء التوضيح أنه ليس النوع الأول النوع الثاني والنوع الثاني، ولكن ايضا لم يصدر حاليا الموافقه الفعليه من خلينا نقول FDA اللي هو الوزاريه الامريكيه لحد الان تحت الطلب للموافقه. وطبعا نحن من السباقين زي ما تفضلتي، وانا من احد الدكاتره الممثلين لدوله الامارات في هذا الموضوع، وقد اجري التدريب عليه في فرنسا وحضر احد انا ومع باقي بعض الزملاء من الامارات للتدرب على كيفيه اعطاء هذا الدواء، وان شاء الله يحصل الموافقه ونكون من اوائل الدول اللي ممكن ان يجذب اليها ان شاء الله. يا دكتور يعني خبر برضو مبشر للناس اللي عندها السكر من النوع الثاني انه هيكون حل لمده طويله ويريحهم من فكره الحقن الانسولين. طيب لو نروح لحضرتك بالنسبه للنوع بقى الثاني، وممكن تكون احنا عادتنا الغلط اللي ليها يد بشكل اساسي في الإصابة بالنوعية دي بالذات، واحنا ممكن يكون المسببين لنفسنا المرض بالمقام الاول. لو حضرتك توضح للناس اهم العادات الخاطئة اللي دايما بتلاحظها للمرضى المترددين عندك في العيادة المصابين بالسكر. نعم، بس معلش اسمحي لي ان اذكر جواب لسؤال ذكرتيه ولم اجاوبك عليه وهو نقطه مهمه ايضا من المرضى، هو الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه مهمه جدا، وخاصه المرضى يتصلون فينا ويريدون ان يذهبوا للعلاج في الخلايا الجذعيه، وهذا ايضا يجب التوضيح. الخلايا الجذعيه التي نجحت في علاج النوع الاول نتكلم فيه هو فقط في التجارب الحيوانية ولم يصلوا إلى النجاح الكامل عند البشر، فلذلك أرجو من المستمعين والمرضى الذين مصابين في النوع الأول أن لا يعني يأخذهم الاهتمام الكبير بما يقال لهم في بعض الدول الأوروبية أو الآسيوية أنه لدينا خلايا جذعية سوف تشفيهم. كلها تحت التجارب، ولكن مع الأسف بعض هذه الدول وبعض المراكز اللي نتكلم عنها تأخذ الموضوع بشكل تجاري، والمريض يوقع على مسؤوليته أنه إذا حصل شيء هم غير مسؤولين، لكن موضوع تجاري أكثر ما هو صحيح. لكن أطمئنهم بأن النجاح في التجارب العلمية عند الحيوانات أظهرت نتائج مشجعة جدا، وأعتقد أن بعض المراكز المتقدمة في أمريكا والدول الغربية بدأوا التجارب على البشر، لكنها لا زالت في مرحلة التجارب. يجب أن نصل إلى نتائج ناجحة وبدون مشاكل، الخوف دائما من حصول مشاكل أثناء أخذ أي شيء جديد. عند الحيوانات
نجحت الحمد لله، وعرفوا كيف يحول الخلية الجذعية إلى خلية بنكرياسية تفرز الإنسولين. فهذا نجاح ممتاز، لكن أرجو عدم الربط بين هذا والذهاب إلى بعض الدول. أكيد أكيد ناس سمعت عنها يقدمون العلاج بالخلايا الجذعية، فهذا أنا لا أنصح فيه. لسه العلاج يا جماعة تحت دور الدراسة، يعني لسه بيتم دراسته، وزي ما حضرتك قلت دكتور أحمد أنه على الحيوانات ما لسه التجارب ما بقتش على الإنسان. هستأذن حضرتك هنروح لفاصل قصير، من بعده نوضح للناس بقى أهم سلوكياتنا الخاطئة اللي دايما بتسبب لنا لا قدر الله مشاكل، وبتنعكس علينا في النهاية للإصابة بالسكري من النوع الثاني بإذن الله إن شاء الله. متخيل انا راح اتحمل بعدك عني مهما طول، وقلبك لما عني يضحك ينساني وانساك. متخيل انسى ايامي